هلو everybody، في فيديو جديد من مرمر عيون وعقول. طبعا كالعادة وحشتوني جدا جدا. الفيديو ده مخصوص لعشاق القهوة او الناس اللي بتحب القهوة قوي، وبالنسبة لها القهوة دي هي الحاجة الاساسية اللي في حياتهم، وهي الحاجة اللي بيكملوا بيها اليوم. من غيرها اليوم ده ما يمشيش، او يبقى فيه حاجة غلط، او تحس ان انت ما خدتش بريك الرفاهية بتاعك. ده حقيقي. الناس اللي بتحب القهوة، في ناس كثيرة جدا بتحس ان هي شوكولات مش قهوة، لا بجد هي حاجة كده، ايه يعني، التحلية اللي بتكون في نص اليوم اللي بتعدل المزاج، وفي نفس الوقت بتخليك تكمل اليوم، وفي نفس الوقت تحس ان هي زبطت لك الهضم بتاعك، وتحس ان هي تفاعلت مع الاكل بتاعك وكده، ومحافظة عليه في معدتك. احاسيس غريبة بتتبادل كده مع اللي بيحبوا القهوة. عشان كده انا النهاردة هشارككم اكتر نوع انا بحبه في القهوة، وعايزة اتكلم عليه مخصوص. طبعا ايه موضوع القهوة ده، ليه اراء كتيرة جدا. يعني ممكن تلاقي حد بيحب القهوة دي من غير سكر خالص، وحد تاني يقول له ايه ده، انت ازاي بتستحملها كده، يعني طب حط معلقة حتى، انا مقدرش اشربها مسكرة. وفي ناس تقول لك لا انا حط لها سكر بقى وتبقى طعم الشوكولاتة زي كده بالظبط. فالقهوة واخدة طبعا من حياتنا جزء كبير جدا، وهي فعلا احسن مشروب دافي او سخن ممكن ان احنا نشربه في البريك، في الوقت العادي، في وقت فراغنا. فعلا فعلا هي جميلة جدا. خلونا نشوف اكتر نوع انا بحبه ايه من البن. طبعا هو معروف جدا، واليومين دول خد شهرة كبيرة جدا وخد تريندينج. والغريبة ان انا لقيت ناس لسه ما تعرفوش، ولقيت ناس لسه منبهرة بطعمه، ولقيت ناس ما تعرفوش لحد دلوقتي. فطبعا ده ما ينفعش يا جماعة، ده ما ينفعش. هو نازل من بدري وجميل جدا. انا بقول كفاية تشويق لحد كده ونقول النوع على طول، هو بن ابو عوف. طبعا ناس كتيرة جدا جدا عارفة بن ابو عوف، وفي ناس لسه للأسف ابطل ناو وما تعرفوش. طبعا هو جميل جدا جدا، وانا بصراحة بحبه قوي، واحلى حاجة جربتها وفعلا بحس ان هي شوكليت انا باكلها، انا مش بشرب قهوة لا. فبدون مبالغة بجد انا حبيته جدا جدا. عايزة اقول لكم ان هو الكيس ده بيكون 200 جرام، ثمنه 38 جنيه. وهي بتختلف، هما في ده الفاتح المحوج، في منها بقى السادة بيكون ب 30، وفي منها الغامق المحوج، اللي هي الانواع الكتيرة بتاعت القهوة. في غامق محوج، في فاتح محوج، في متوسط فاتح، في غامق فاتح كده يعني. فمفيش غامق فاتح يا جماعة، بس ايه يعني هو في انواع كتير. المهم طبعا هو جميل جدا 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 بجد، انا جربته عن تجربة وبجد هو تحفة. لو عندك مناسبة او عايزة مثلا ايه اللي هو بقى جايلك بقى ضيوف كده لازم نقدم لهم القهوة الصح بتاعتهم ويشربوا معانا قهوتهم، هي عليكوا على القهوة دي، بجد جميلة جدا. وحتى لو انت عملتيها سادة من غير اي سكر بيكون طعمها روعة. هي ميزتها ان ما فيهاش شوائب كتير، يعني في انواع قهوة كتير بيكون في شوائب في الاخر، يعني الرغوة اللي بتكون فوق او الوش زي ما الناس كتيرة بتقول بيكون فيها شوائب كتير، بالعكس خالص ابو عوف لا ما فيهاش الموضوع ده خالص، هي مطحونة كويس جدا جدا. فوانت بتشربيها بالظبط زي احساس الشاي، نفس النعومة، نفس المية، اللي هو مش حاجة تشربيها تحس انك انت عايزة تاكليها، اللي هو ايه ده، ايه الحاجات اللي في بقي دي. لا في فعلا انواع كده، وانواع يعني كبيره، مش اللي هو يعني زي العميد مثلا، بن العميد ممكن تلاقي برضو فيه الحته دي شويه، ممكن تلاقي ان الوش بتاعه موجود فيه شوائب كتيره جدا. فبجد ابو عوف حلوه جدا جدا، هي مكتوب عليها انها قهوه تركي. بصراحه انا معرفش هي تركي ولا لا، يعني عشان برضو ايه اكون صريحه معاكم، بس هي جميله جدا جدا. زي ما انا قلت عندك ضيوف بقى، يا سلام جدا، ويا سلام بقى لو عملنا معاها الخطوة دي، يعني دي الخطوة المحببة لقلبي. على فكرة انا عملت القهوة وقاعدة معاكم بشربها، يعني اهي عملتها بالشكل ده، وهنشربها بقى على طول بقى من غير اتيكيت ولا اي حاجة. روعة يا جماعة، جميلة جدا جدا. اللي انا عايزة اقوله ان القهوة فعلا فعلا ما تكملش غير بالحركة دي. اول حاجة الكيس اللي انا بفتحه ده هو توست من ليتش بيك، تمام؟ هناخد التوست. طبعا احنا في عيد بقى، يعني احنا داخلين على العيد، يعني الفيديو ده على فكره قبل العيد الكبير، عشان لو حد شافه بعد كده يبقى عارف ان هو في العيد الكبير. يعني وانت قاعده كده في العيد كده في روقان كده، او جالك ضيوف لازم تقدم لهم الوجبه دي، لازم. الوجبه عباره عن التوست معاه النوتيلا
النوتيلا بتاعتنا الجميله اللي كل الناس بتحبها معاها فنجان القهوه. بصوا يعني الضيوف هيخرجوا من عندكم مبسوطين وهي على ضمانه مرمر. تمام، انا دلوقتي ايه هبتدي اخد النوتيلا معاكم بالشكل ده، يعني واو جدا واو جدا، ونحطها على التوست. طبعا ده اجرام في حد ذاته. طبعا الناس اللي عامله دايت ما تشوفش الفيديو خلاص، يعني تقفل لحد كده، لان شريطه النوتيلا بالتوست دي فيها كالوريز ما يعادل 400 500، اللي هو معدل اللي انت بتاكليه في اليوم اصلا. هنكتر تاني بصوا انا كده خلصت شريطه النوتيلا بتاعتي. طبعا بالف هنا وشفا هبتدي اكل النوتيلا واشرب معاها القهوه وكده، يبقى خلاص انا مش عايزه حاجه من الدنيا. بصوا انا عايزه اقول لكم على حاجه، اهم حاجه فعلا الرضا، ان انت تبقي بتحاولي تبسطي نفسك باي حاجه. يعني الانسان بيحاول يبسط نفسه باقل حاجه موجوده عنده، حتى لو مج بيحبه، حتى لو حاجه بسيطه هو بيحب يشرب فيها، حاجه بيحب ياكل فيها، حاجه بيحب ياكلها، دي ابسط حقوقه ان هو يعني يحقق الحاجات دي لنفسه. عشان كده انا بحاول ابسط نفسي باقل حاجه وباي حاجه موجوده في البيت. مش شرط ان احنا نخرج، مش شرط ان احنا نتفسح، مش شرط ان احنا ندفع فلوس كتير، مش شرط كل حاجه تكون كده ايه اللي هو A1، لا، في حاجات ممكن ان احنا نرضي بيها نفسنا بمجرد بس ان احنا بنحبها. انتوا فاهميني؟ اتمنى تكونوا فاهميني. طبعا كل سنه وانتم طيبين وربنا يجعله عيد سعيد عليكم يا رب. ده رايي في قهوه ابو عوف. طبعا القهوه دلوقتي واخده تريندنج وكل الناس بتتكلم عليها، وخصوصا الجروبس. طبعا مش هينفع اقول اسم الجروب، لكن هي طالعه عليه ترند، فانا حبيت ان انا اتكلم عليها وهل هي تستحق التجربه فعلا ولا لا. هي فعلا تستحق التجربه جدا جدا، وبجد انا حبيتها قوي وانا بستخدمها من بدري، بس هي اليومين دول انتشرت زي ما انا قلت لكم. فدي تجربتي معاها، وزي ما قلت لكم ال 200 جرام دي ب 38، وفي بقى منها البطرمان اللي هو البطرمان الازاز برده 200 جرام بس ب 58 جنيه. فهو بس بيبقى الفرق بين البطرمان اللي هو الكيس ده. على فكره هم لسه منزلين ده دلوقتي، يعني منزلينه مثلا من 6 شهور، من 5 شهور، لكن قبل كده كان موجوده بطرمان بس. لكن لما ابتدت تتشهر والطلب يبقى عليها عالي، حبوا ينزلوا في السعر بتاعها ويحطوها في اكياس زي كده. تمام، ده بالنسبه ل القهوه بتاعتي، واتفضلوا معايا. طبعا انا مبسوطه جدا ان انا بشرب معاكم القهوه بتاعتي، وقبل كده كنت سهرت معاكم برده. استنوا معايا فيديوهات كتيره جدا جدا اشارككم فيها، لان انا بحب المشاركه جدا. واي حد جرب اي نوع كافي او قهوه عجبته جدا وبيحبها يقول لنا طبعا في الكومنتس. واشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد، ودمتم بسلام، بحبكم جدا. باي باي.